على اختلاف أعراقهم وتوجهاتهم يلتئمون ليرثوا فقيد الوطن والثقافة. الأستاذ الشيخ الحسن البنباري في أمسية تأبينية ينظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ. وفاء لما قدم الأمين العام لمركز مبدأ، قرر المركز أن يقوم بعدة مبادرات من بينها سنوية لإحياء ذكراه وإنشاء مكتبة وقفية وجمع جميع أعماله وإخراجها والبدء في إخراج رواية له إضافة إلى مبادرات أخرى. ولأن الوفاء من شيم فقيدنا، فقد قررنا في مركز مبدأ أن نتصف بجزء بسيط من وفائه إحياء لذكراه التي ستبقى خالدة في قلوب وعقول كل الموريتانيين من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج. أولا، سنوية الفقيد الشيخ الحسن البنباري، وهو نشاط سنوي سينظمه المركز في ذكرى وفاته يوم 5 دجنبر من كل عام. ثانيا، إنشاء مكتبة وقفية باسم الفقيد. ثالثا، تنفيذ مشروع طالما حدث المقربين منه به، ألا وهو الأيام الثقافية لمدينة نواكشوط، والتي ستنطلق ريثما تنتهي إجراءاتها الإدارية واللوجستية. لقد اشتهر الراحل طيلة حياته بالموسوعية المعرفية والجد والإتقان في العمل وحسن الخلق مع الجميع، وفق شهادات من عاشوا معه في مجالات مختلفة من عمله التربوي والثقافي. لقد كان المغفور له متميزاً في سعة معارفه وفي دقة مضامينه ومطابقة طرقه المنهجية، ذلك ما شهد به المفتشون المتابعون والأصدقاء من الأساتذة الذين شاركوا الفقيد عن قرب تجربته في ثانوية كيهيدي. وكان حرص الراحل على ربط الصلة الدائمة بالمفتشين أصدق تعبير عن تعلقه بأداء الأمانة التربوية. استغل الوقت في أنه يقدم شيء جيد لموريتانيا، استغل في أنه يبقي الناس كاملة وعن وعود نموذج للإنسان الطموح، إنسان جاد المثابر اللي يوفر دائما من حياته لياك يعطي للآخرين. رحل الفقيد ليلة 5 من الشهر الجاري إثر حادث سير بالقرب من مدينة روسو، تاركا وراءه حزنا كبيرا في الساحة التربوية وصدمة ضطت مواقع التواصل الاجتماعي. تضمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.